شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح سعيد خليل السيسي. هذه المقدمة تصلح لأن تعرض في مدينة الإنتاج الإعلامي في كل القنوات وفي كل البرامج وعلى لسان كل مقدم البرامج اللي بيشتغلوا مع الشركة المتحدة. شكرا لفخامة الرئيس الإنسان الذي يشعر بآلام وأوجاع المواطن المصري. شكرا لفخامة الرئيس اللي حس بأن المواطن المصري بيتألم من غلاء الأسعار الآن على بلده، الآن على الاقتصاد المصري، الآن من السوق السوداء، الآن من جشع التجار. شكرا لفخامة الرئيس اللي حس ان المواطن المصري خايف من ان شهر رمضان خلاص كمان كذا اسبوع والاسعار بتزيد وبيقولوا له هنعوم الجنيه. شكرا يا فخامة الرئيس لانك رئيس انسان حاسس بالمواطن المصري. احنا بنشكرك، الشعب المصري كله، الشعب المصري كله 106 مليون بيشكروا فخامتك لأن أنت حاسس بينا، حاسس بأوجعنا، حاسس بقلقنا، حاسس قد إيه البيوت دلوقتي عايشة في هم وغم وكرب اسمه غلاء الأسعار، اسمه شبح وفوبيا تعويم الجنيه، اسمه أن الدولار راكب الصاروخ وطالع. إحنا بنشكرك يا فخامة الرئيس. الشعب طالب الرئيس والرئيس استجاب للشعب مباشرة. ايه يا جماعة الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيقرر وبيعلن قرارا رئاسيا برفع الحد الادنى للاجور 50% دفعة واحدة. المواطن المصري الحد الادنى للاجور هيوصل 6000 جنيه. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ هو ده الرئيس المصري يا جماعة. لما قلنا لكم في الانتخابات انتخبوا السيسي وبلاش اليمامة وبلاش حازم عمر وسيبكم من الطنطاوي وسيبكم من الناس التانية، ما كناش غلطانين. احنا مش بنطبل للرئيس هنا، الرئيس ده ما بينامش، الرئيس ده صاحي 24 ساعة عشان حضرتك، صاحي 24 ساعة عشان يشيل همك، عشان يحل مشاكلك. هو ده عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنقذ اللي أنقذ البلد من الإخوان ومن الإرهاب ومن الفوضى ومن كل الحاجات الوحشة اللي حصلت واللي كانت بتحصل واللي لسه ممكن تحصل. هو ده الرئيس المنقذ، هو ده اللي غنينا له تسلم إيديك وتسلم الأيادي. السيسي على الموعد، السيسي في الموعد، السيسي على قدر المسؤولية. الراجل قبل ما يحلف القسم بيرفع الحد الأدنى للأجور، عايزين منه إيه تاني يا خونة يا عملة يا أعداء الوطن؟ عايزين إيه تاني من الرئيس بيرفع الحد الأدنى ل6000 جنيه؟ كات، هايل يا فنان، برافو يا أحمد يا موسى، برافو يا نعقط، برافو يا يوسف، برافو يا عمرو، برافو يا لميس، برافو يا باز، برافو يا سيدي علي، برافو يا بسمة وهبة، برافو لكل أعضاء حظيرة الإنتاج الإعلامي. ده السكريبت اللي نزل لكم من ساعتين، دي رسالة السامسونج اللي عباس كامل قعد مع أحمد شعبان بعتها لأحمد الطهري، بعتها لكم على جروبات الواتساب. دي التعليمات اللي هتبدأ تطلع على الهواء كمان نص ساعة وساعة مع أول برنامج في حظيرة الإنتاج هيبدأ يطلع في الست ساعات الجايين. دي الرسالة ودي الانترو. مش عايز أقول بقى أن أنا مخترق جروب الواتساب أو أن أنا كنت قاعد مع أحمد شعبان وعباس كامل والطهري، لا خالص والله، بس أنتوا بقيتوا محفوظين قوي، بقيتوا مفقوسين قوي، بقينا خلاص حافظين انتوا هتعملوا ايه وهتقولوا ايه. فالدقيقتين اللي فاتوا هو الانترو اللي حضرتك هتشوفه في كل القنوات الست ساعات الجايه. انا حبيت احرقه على حضراتكم، ده حرق لبرامج مدينه الانتاج الاعلامي. ايه الحكايه يا جماعه؟ تعالوا بقى نرجع لاخر كلام ونرجع لاسامه جاويش بعيدا عن حظيره الانتاج الاعلامي. الشرق بلومبرج منذ ساعتين تقريبا، مصر ترفع الحد الادنى للاجور 50% الى 6000 جنيه. قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا او اصدر قرارا برفع الحد الادنى للاجور 50% عشان يصل ل 6000 جنيه شهريا، ضمن اكبر حزمه من لتخفيف الاعباء المعيشيه على المواطنين بقيمه 180 مليار جنيه. اوعى تسال الفلوس دي جت منين، اوعى تسال الكلام ده جابه ازاي، مفيش الكلام ده، احنا بنسالش الاسئله دي، احنا بناخد الفلوس وبنبوس ايدينا وش وظهر وبنقول له شكرا يا فخامه الرئيس. زي ما قلت لك هو ما بينامش عشان يوفر لك الفلوس دي. طبعا بيتكلموا على موضوع العلاوات، بيتكلموا على الاعفاءات الضريبيه، حزمه من الاجراءات الاقتصاديه الكبيره التي اتخذها عبد الفتاح السيسي في الساعات القليله الماضيه. لكن زي ما تعودنا في اخر كلام، احنا بنقرا الخبر بنوجه الشكر لفخامته سيء الذكر عبد الفتاح السيسي
وبعدين بنبدأ نفكر فيما وراء الخبر. النهاردة هو قالك أنا بزود لك الحد الأدنى للأجور 50% بيوصل ل6000 جنيه، صح؟ صح. ده في حد ذاته خبر إيجابي ولا سلبي؟ خبر إيجابي. أنا دلوقتي مش بقول كلام مدينة الإنتاج، لا أنا بكلم حضرتك بجد. ده خبر إيجابي؟ آه. ده خبر في مصلحة المواطن؟ نعم. ده خبر مجرد كده، مجرد إن رئيس الجمهورية بيرفع الحد الأدنى للأجور، دي حاجة ناس كتيرة بتطالب بيها؟ طبعا، منها عضو مجلس الشعب طالب السيسي في محافظة دمياط من كذا سنة يزود الحد الأدنى للأجور يوصله ل 3000 جنيه، فالسيسي قام رامي ماسك المايك وقام لفف له قال له أنت مين؟ أنت دارس الكلام ده؟ فبالتالي هي حاجة، وأيامها طلعنا دفعنا عن عضو البرلمان وقلنا أن زيادة الحد الأدنى للأجور شيء مهم وشيء لازم يحصل من الحكومة. إذن إحنا بنتكلم على قرار إيجابي جدا، قرار يسعد ملايين المصريين، قرار يريح بيوت كتيرة قوي، قرار مفيد لكل أب وأم ورب أسرة. نعم، قولا واحدا ده قرار يشكر عليه رئيس الجمهورية حتى لو كان السيسي، حتى لو كان السيسي. فكرة ان رئيس الدولة بيرفع الحد الأدنى للأجور ده خبر مجرد، احنا جايين للي بعده اهو، لكن الخبر نفسه إيجابي جدا ومفيد جدا. انا بقول ده ليه؟ عشان ما يطلعش احد الحمقى الموتورين يقول لك هما ليه أسامة جويش كان زعلان ان المواطن هيتبسط، عرفتوا ان هما ضدكوا؟ لا يا انصح اخواتك ويا ازكى حبايبك، انا مبسوط جدا وسعيد جدا جدا ان فخامة الرئيس الحمد لله تكرم وتفضل وقام بشغله وعمل اللي عليه وحل لقمة عيشه ورفع الحد الادنى للاجور للناس. لكن من لكن حط تحت لكن مليون خط، عندنا قاعدتين لازم نقر بيهم ونحن نعترف للسيسي بفضله وبكرمه وجوده وقراره الحكيم. ايه هما؟ ان عبد الفتاح السيسي اينما توجهه لا يأتي بخير، وهو كل على الشعب المصري. دي قاعدة متفق عليها، دي قاعدة ما فيهاش خلاف. هذا الرجل اينما توجهه لا يأتي بخير، عمرنا ما شفنا خير منه. احنا مين؟ احنا الشعب المصري، البلد، موارد الدولة، الاقتصاد، السياسة، الشباب، المرأة، الطفل، كل حاجة، المية، النيل، الارض، الزراعة، الصناعة، الصادرات، الجنيه، العملة، ممكن ارصلك حاجات كثيرة جدا. اينما توجهه لا يأتي بخير، شفنا الكلام ده في العشر سنين اللي فاتوا بالارقام يوم بيوم ورقم برقم. وبالتالي احنا لما بنسمع القرار ده، عارف انت اللي هو كان في حد يقولك مش عارف لما بسمع ايه بتحسس مسدسي حاجة، احنا لا مش بنتحسس مسدسات ولا حاجة، لكن انت اول ما بتسمع ان السيسي بيدي لك قرار ايجابي بيرفع حد ادنى للاجور انت بتتحسس جيبك، مش عشان تتأكد ان الفلوس الزيادة وصلت، لا، عشان تتأكد اللي في جيبك نقص كام، الزيادة اللي عملها دي خدت منك قد ايه، ايه القرار اللي هيعمله بعد كده. فدي القاعدة الاولى، ان السيسي اينما توجهه لا يأتي بخير. القاعدة التانية هي مثل شعبي، ان الحداية مش بترمي كتاكيت، يعني مستحيل يا جماعة واحد سارق الشعب المصري وناهب الشعب المصري ومصص دم الشعب المصري وبيطلع يزعق في الشعب المصري يصبروا معاه سنتين، واحد رافض اصلا لفكرة الحد الادنى للاجور، واحد بيصدر غاز البلد وبيقلل الغاز اللي راح محطات الكهرباء عشان يوفر 300 مليون دولار في الشهر وبيحاسب المواطن المصري عليهم بيقول له انا ما عنديش، الشخص ده هيرملنا حد ادنى للاجور هيزوده كده لله في لله؟ لا طبعا. فدي القاعدة التانية، يبقى لا أينما توجهه لا يأتي بخير، والسيسي ما بيرميش كتاكيت. فدول القاعدتين الرئيسيتين. عندنا مجموعة من الأسئلة المهمة اللي لازم نطرحها ومش هتشوفوها في حظيرة الإنتاج الإعلامي، لن يجرؤ مذيع واحد ولا ناعق واحد من الناعقين والناعقات في الحظيرة النهاردة وبكرة وبعده كمان أسبوع إنه يطرح هذه الأسئلة. دي أسئلة محذوفة محجوبة، لن تطرح في الإعلام المصري داخل مصر، لكنها تطرح في الإعلام المصري خارج مصر. تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة المهمة عن قرار عبد الفتاح السيسي. طيب، ماذا لو، ولو تفتح عمل الشيطان وهذا هو الشيطان الأكبر، ماذا لو حدث تعويم للجنيه؟ الـ6000 جنيه اللي حضرتك تاخدهم كحد أدنى قيمتهم إيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني،
ماذا لو ارتفعت معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه؟ 6,000 جنيه اللي انت بتاخدهم هتبقى قيمتهم ايه؟ ماذا لو ابتلعت زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التضخم بعد التعويم زيادة الحد الأدنى للأجور؟ هيحصل ايه؟ ماذا لو انخفضت قدرة المواطن الشرائية بعد ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التضخم الذي ترتب على تعويم الجنيه بعد ما السيسي رفع لك الحد الأدنى للأجور؟ هيحصل ايه؟ قدرتك الشرائية تنخفض، مش هتقدر ان انت تشتري. طيب تعالوا نشوف رقم مهم قوي، شوفوا لنا الشاشة اللي بعد كده لو سمحتوا. لو كان الحد الأدنى للأجور حاليا هو 6,000 جنيه، نركز بقى في الرقم ده شوية يا جماعة لأن لغة الأرقام احنا بنحبها قوي في البرنامج ده. 6,000 جنيه دول يعني كام؟ يعني 194 دولار رسميا، ده سعر البنك المركزي اللي هو لسه ما تعومش دلوقتي، يعني 95 دولار في السوق السوداء دلوقتي. حلو، يبقى اللي حضرتك بتاخده 6,000 جنيه 194 دولار، صح؟ طيب لو وصل الدولار لمستويات فوق سعره زي السوق السوداء كده وعوم الجنيه، حضرتك القيمة بتاعت 6,000 دولار هتفضل زي ما هي ولا 6,000 جنيه 194 دولار هتفضل زي ما هي، ولا قيمة الفلوس بتاعتك هتبقى أقل بالدولار بعد التعويم؟ أكيد هتبقى أقل. فأنت حضرتك كمواطن ما استفدتش حاجة، لأن البلد كلها بتقولك الدولار بيزيد، لأن كل حاجة أنت بتروح تشتريها بيقولك يا باشا الدولار زاد فالأسعار زادت، فهو زودك 6,000 من هنا أو وصلك ل6,000 من هنا وخدهم منك من الجهة التانية وطلعك مديون. فده عبد الفتاح السيسي. هل عبد الفتاح السيسي هيستمر في فكرة الحلول الجزئية، إنه كل شوية يديلك مسكن ويقولك يلا أنا حلت لك الأزمة، يلا احنا خلاص يا جماعة حلينا الموضوع ده؟ طيب المواطن اللي بيشتغل باليومية وضعه ايه مع عبد الفتاح السيسي؟ برضو ده سؤال مهم تاني. تعالوا نشوف تغريدتين على مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على قرارات عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور. نبدأ مع منير الخطير، وهو حساب منتشر جدا على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة وتغريداته الحقيقة تستحق القراءة والمتابعة. بيقول الموظفين هيتطبق عليهم القرار ورفع الحد الأدنى للأجور، لكن القطاع الخاص هيحلب الناس ب4,000 جنيه. هنا منير بيكلمنا عن القطاع الخاص وضعه هيبقى ايه في هذه العملية الغريبة من زيادة الحد الأدنى للأجور. تغريدة تانية لإيمي، قالت إيه إيمي أو بنت سلطح بابا؟ القطاع الخاص اللي مش لاقي شغل هيرفع إزاي؟ ده بيسرح أغلب الموظفين. يبقى هنا عندنا مشكلة تانية السيسي ما اتكلمش معنا فيها، وهي القطاع الخاص. هتعمل إيه في القطاع الخاص يا سيسي؟ الحد الأدنى للأجور هيزيد مش هيزيد؟ الناس بتتسرح أصلا وبتمشي، هنتصرف إزاي؟ ده سؤال تاني مهم. لكن الماستر سين بتاع حلقة النهاردة وبتاع التعليق على موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور هو إيه؟ هو إنه السيسي أينما توجهه لا يأتي بخير، وهو إنه السيسي ما بيرميش كتاكيت. لماذا يتشائم المصريون من رفع الحد الأدنى للأجور في عهد السيسي؟ لأنه عزيز المواطن في كل مرة ثبت بالتجربة، في كل مرة على مدار السنوات الماضية أعلن السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، يا إما سبق القرار ده مصيبة سودة كلت فلوسك، يا إما أعقب القرار ده مصيبة أسود كلت فلوسك. أنا مش ببالغ، تعالوا بالتاريخ نشوف كم مرة رفع السيسي الحد الأدنى للأجور في السنوات الماضية، وقبل كل مرة أو بعدها على طول حضرتك كنت بتلبس في إيه؟ تعالوا نشوف، ونبدأ من مارس 2019. أنا عايز أقف جنب السيسي أهو، نشوف كده الجنبين عندنا. طيب في مارس 2019 رفع السيسي الحد الأدنى للأجور من 1200 ل 2000 جنيه. طب ما كويس أهو، طب حلو. طب أنت زعلان ليه؟ أنا زعلان لأنه بعدها بشهر واحد في أبريل 2019 كان الحد الأدنى للأجور ده رفعه هو رشوة انتخابية، لأنه عمل استفتاء على التعديلات الدستورية اللي أتاحت بقائه لفترة رئاسية تالتة وأخيرة لحد 2030. دي أول مرة. بعدها بسنتين مارس 2021 إيه اللي حصل؟ رفع السيسي الحد الأدنى للأجور من 2000 ل 2400، حلو، في 400 جنيه هم؟ آه. في أبريل 21 بعدها بشهر واحد رفع السيسي أسعار البنزين، أسعار السلع الاستراتيجية تزامنا مع خروج العالم من كورونا، ما لحقتش تتهنى. فبراير 24
بنوصل لرفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأخيرة منذ ساعات، وبنوصل للرقم اللي قدام حضراتكم اللي هو 6000 جنيه. لكن علامة الاستفهام اللي هناك دي حذر فذر المصيبة الجاية ايه؟ يا ترى تعويم جديد؟ يا ترى هنوصل لخمسين جنيه في البنك المركزي، 45 55، التضخم هيوصل 47 و50 زي ما وكالات اقتصادية عالمية بتتنبأ؟ هنوصل لكام؟ 6000 جنيه اللي حضرتك هتاخدهم قيمتهم هتزيد ولا هتقل؟ قطعا هتقل. ما هي المصيبة التي ينتظرها الشعب المصري بعد قرار هذا الجنرال سيء الذكر بزيارة الحد الأدنى للأجور؟ ده اللي هنعرفه في الأيام القليلة القادمة. حلقتنا مستمرة بعد الفصل، تابعوا. يا أخي والله الواحد حفظهم يعني، وأنا بتكلم في مقدمة الحلقة هم بيبدأوا يشتغلوا أول ما بنطلع لايف في آخر كلام. تريندينج ان ايجيبت، الترند الأول في مصر، مش باين في التريندينج ولا تغريدة عليه. السيسي أعلنها المواطن أولا. أيوة كده يا أستاذ أحمد، أيوة كده يا أحمد بيه شعبان، أيوة كده يا سيادة اللواء عباس كامل، هو ده الشغل يا جماعة. اتأخرتوا، الرئيس مطلع قراره من ساعتين، ما يصحش كده. أهو أبص الترند التاني، شكرا يا رئيس، والله أنا سبقتكم. يعني أنا سبقتكم، الزملاء دلوقتي في السوشيال ميديا ينزلوا الانترو بتاع الحلقة ده مع الهاشتاجين دول، السيسي أعلنها المواطن أولا وشكرا يا رئيس. أهو، وأنا بأؤكد في آخر كلام إن السيسي أعلن إن المواطن أولا، وقلت له على الهوا شكرا يا رئيس، مفيش أكتر من كده والله. الواحد في آخر كلام يعني دايما سابق عباس كامل وأحمد شعبان وأحمد الطهري بخطوتين ثلاثة. فبرضو الانترو ياريت بسرعة تفرغوها وتلحقوا توزعوها على رؤساء التحرير في الانتاج الإعلامي، هتفيدهم قوي، لأن المضامين الإعلامية اللي وردت في انترو حلقة النهاردة مهمة قوي يا جماعة، بصراحة مهمة أداء وطريقة وأسلوبا ورسائل وكل حاجة. فهوفر عليكم بدل ما كل رئيس تحرير دلوقتي قاعد مع الناعق ولا الناعقة اللي هيطلعوا على الهواء، بس ادوهم الفيديو ده قول له بس بقول لك ايه، شوف الراجل ده قال ايه واطلع قول اللي قاله، احنا مش عايزين منك اكتر من كده. وصدقني يعني هتبسطوا، وعباس بيها يبسط وهتبقى مصلحة وهيحبني قوي. طيب نسيب بقى موضوع القرارات والسوشيال ميديا وترندات السيسي اللي ما عليهاش ولا تغريدة لسه، لكن الفيديو بتاعنا هيبقى منور فيها بعد شوية. موقع المنصة في مقال مهم جدا منشور عن المشروعات القومية المباغتة من تبطين الترع إلى تبليط الهرم. كان بيتكلم المقال على مجموعة من النقاط الهامة، إنه مفيش حل لقضايا مصر والإقليم دون أن نعود إلى الموقع الطبيعي اللي غادرناه منذ كام ديفيد. لا يمكن لمصر أن تعود إلى مكانها هذا إلا بوقف الهدر الاقتصادي الذي لا يمكن وقفه في ظل الأوضاع السياسية الراهنة وإغلاق المجال العام. المقال الحقيقة عن إنجازات العنوة للأستاذ عزة القمحاوي لموقع المنصة، مقال مهم مشرح مشاكل كتيرة قوي من المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي في مصر. تعالوا نشوف مع بعض الأستاذ عزة القمحاوي قال ايه في هذا المقال. بيقول انه اعلن عن ضبط شبكة فساد في وزارة الري كان فيها مسؤولين اتهموا بتلقي رشاوى لتسهيل صرف مستحقات مقاولي تبطين الترع لدى الوزارة. الإعلان ده عن الرشوة تزامن مع جدل كان على السوشيال ميديا بس لوحدها عن موضوع تبليط الهرم بتاع منكرع، اللي فوجئنا ان هو ككل مشروعات الخراب غير الشفافة حمل صفة المشروع القومي التي توضع لإرهاب الخصوم. هو ده المشروعات القومية وخونة أعضاء الوطن بيبقوا ضدها. وبعد كده استجيب للجدل الدائر حول الهرم وتم الإعلان عن تعليق المشروع لحين الدراسة. لكن الحقيقة الإعلان ده ما صدرش مثله بخصوص مشروع تبطين الترع اللي لازال صندوق أسود يجسد معنى الهدر ويخبرنا لماذا أصبحنا على حافة الخطر. بيتكلم الأستاذ عزت عن نفسه فبيقول لقد كنت واحدا من الصارخين ضد تبطين الترع، فإن لم يكن الكاتب أثريا فهو على الأقل فلاح وله أن يفتي في بطانة الترع، لكنني نلت يومها نصيبي من سباب اللجان الساهرة للدفاع عن مشروعات البغتة القومية.
يجب تجاوز هذه القشرة لتأمل المشروع اللي بدأ ثالث من 2024 هيوصل ما بين 40-45%. ده يعني ان الاسعار كلها هتزيد بشكل كبير جدا على الرغم من انه تباطأ في الاشهر الاخيرة. كمان الأوكسفورد إيكونومكس توقع انه هيستمر بيقول ان التقييم بتاعه يأتي في ظل استمرار انكماش القطاع الخاص، لكنه توقع انه النمو معدل النمو في الاقتصاد المصري هيوصل 1.9%، وكمان هيكون في ارتفاع في أسعار السلع بشكل كبير جدا. طيب الحكومة بتقول لنا ايه؟ هل الحكومة ماشية مع التوقعات المرئية بتاعة الوكالات الاقتصادية الخارجية، ولا الحاج الحمصاني ليه رأي تاني؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش عن الحاج الحمصاني في آخر كلام. تعالوا نسمع الحاج محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري بيقول لنا ايه عن الأسعار وخطة الحكومة في الأيام الجاية. الانخفاضات الحاليه في سعر الدولار بتاتي في اطار جهود الدوله لضبط سعر الصرف، وبالتالي الجهود او من المنتظر خلال الفتره المقبله خاصه مع ضبط ايضا او بدء العمل الكامل للمنظومه التي وضعتها الدوله لضبط اسعار السلع الغذائيه الاساسيه على سبيل المثال، فيعني بننتظر ان شاء الله مع بدايه شهر مارس ان شاء الله يكون المنظومه اكتملت وتم بدء عمليه وضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع، وفي ظل اللي تقوم بها الدوله فان شاء الله الاسعار ستنخفض، وان شاء الله يعني اكد دوله رئيس الوزراء انه خلال الفتره المقبله الدوله ستبذل الأقصى جهودها لضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق، مما يسهم أيضا في خفض السلع على أساس أنه هذا الأمر سينعكس إيجابيا على الأسعار. يبقى الحاج الحمصاني بيبشرنا أنه الأسعار هتنزل وخطة دولة رئيس الوزراء وأن احنا شغالين كويس جدا. بعدين في نفس كلام الحاج الحمصاني بيطلع إسماعيل بيه، معرفش مين إسماعيل بيه، قاهرة 24، وبتتكلم عن انه يا فرحة ما تمت اسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد انخفاضها اكتر من 500 جنيه. ايه يا اخوانا اللي يحصل؟ ده الحمصاني مأكد لي سجلت اسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية ارتفاع ملحوظ، وعيار الذهب 21 سجل 3650 جنيه، بعد ما نزل ل 3500 بزيادة 150 جنيه، وكمان 24 وصل ل 4171 بزيادة حوالي 228 جنيه. طب ليه يا جماعة الكلام بيزيد؟ ما هو يعني متحدث الحكومة قال لنا ان احنا بنسيطر، قال لنا الخطة ماشية كويس، عشان كده بقول لحضرتك مهم قوي في الوقت ده ما تصدقش كلام الحكومة. ليه؟ لان الحكومة بتكذب. الحكومة بتكذب، ودي مش اول مرة. الحكومة حتى بتصدر لك ناس بتكذب، ومش اول مرة. من 2017 مصدر لنا واحد اسمه فاروق المقرحي خبير الدولار، ده تقريبا استاذ يوسف الحسيني في الهبد في اي كلام. فاروق المقرحي طلع امبارح اتكلم على موضوع الدولار، تعالوا نسمع عليه. وفي الاجهزة الاخرى متوقع الرقم كام للسعر مقابل الدولار؟ كام جنيه؟ لا انا مش عايز احدد، بس بقول لو بقى الفارق في الايام القليله القادمه 10-12 كده يبقى معقول. معقول ليه؟ لان لسه في ناس خايفه تطلع. او مش لاقي الاربعينات يعني. ايوه مش لاقي زبونين. مش لاقي زبون. مش خمسينات ولا لا 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 استحاله مطلقه. استحاله مطلقه. استحاله نروح ل 50 او 60؟ لا استحاله. استحاله. طيب يعني ما بين ال 40 وال 45. ربما اقل من كده ان شاء الله، بين ال 40 وال 45، بس هيبقى اقل كده ان شاء الله. طب وعشان خاطر الحاجه؟ طب وعشان خاطر المدام؟ طب احنا زباين محل جايين لك من اخر الدنيا، فخلاص نخليها اقل من كده ان شاء الله. اتنين هجاصين قاعدين ما لهمش دعوه ولا باقتصاد ولا بدولار ولا بجنيه ولا بيفهموا اصلا في اي حاجه، وقاعدين بيقسموا. والله 40-45، لا مش هنطلع خمسينات مش ستينات، طب هنبقى اقل ان شاء الله. ان شاء الله على البركه. طب نفس فاروق المقرحي ده مع نفس البني ادم العجيب اللي كان قاعد معاه تقريبا في 2017 كان ليه تصريحات عن الدولار برضه، تعالوا نفتكرها مع بعض. انا متفائل جدا، وانا عايز دور الرئيس، انا متفائل ب 17 ان الدولار هيبقى ب 7 جنيه. لا نعم في اكتوبر 17. ثانيه بقول اهو، ثانيه واحده ثانيه. ايوه ستك ظبط مباحث الاموال العامه. ايوه ما انا بقول لك بحكم الدولار السابق، الدولار في اكتوبر نوفمبر سنه 17 هيبقى ب 7 جنيه. منين المعلومه دي؟ اكتوبر نوفمبر جبتها منين؟ انا هقول لك اهو، اكتوبر نوفمبر 18 لما يبقى واحد معاه دولار وجايبه لك تقول له اجري العب بعيد. لا ما تقولناش كلام. لا مش كلام، هو تفاؤل. تفاؤل ماشي، بس مش 7 جنيه يعني. بقول لك هيبقى 17-14 مش 7 جنيه. طب ما كده في اكتوبر نوفمبر. لا الحال اتغير، وضع اتغير، هيرجع الوضع اتغير. هيرجع ازاي؟ اكتوبر نوفمبر 2017 اللواء المقرحي ده كان شغال في مباحث الاموال العامه، لواء داخليه مدرسه الاخلاق الحميده، يعني خبير يا جماعه، يعني خبير في الاموال العامه، يعني راجل مسؤول طالع يكلمنا ان الدولار في نوفمبر واكتوبر 2017 هيبقى ب 7 جنيه واللي هيجي لك في يناير 18 تقول له روح العب بعيد. اهو راح لعب بعيد وربنا وفقه يا سياده اللواء
ورجع في 24 ب72، بس انت لسه موجود يا للبجاحة، انت لسه بتطلع يا للهول، ومع نفس الأحمد موسى وبنفس التوقعات. يا جماعة مش معقول. طب يعني انا لو طلعت على الهوى وقلت خبر ما طلعش دقيق، انا ممكن اطلع لكم الزملاء بتوع فريق الاعداد يقولوا لكم انا بعمل فيهم ايه. لو مثلا اشتغلنا ومثلا منصة من منصات التحقق من الاخبار، وده نادرا جدا ما حصل، طلعت لنا مثلا حاجة ان احنا قلناها بشكل وهي كان بشكل تاني، ببقى قالب الدنيا مع فريق الاعداد وببقى متعكنن ومش عايز اطلع هوا تاني. اللي هو انا ازاي التفصيلة الصغيرة دي في الساعتين عدت عليا، وببقى متأذي جدا وحاسس ان انا ارتكبت جريمة في حق نفسي وفي حق حضراتكم. كويس. الناس دي جايبة البجاحة منين؟ ان انت تطلع في 17 تفتي في الدولار وتقول هينزل وهيعمل وهيقول له روح العب بعيد، وبعدين بعدها بسبع سنين تطلع تاني مع نفس المذيع بنفس الطريقة تقول لنا توقعات، وهتطلع توقعات مضروبة، وتفضلوا تطلعوا تكذبوا وتكمل. ايه الرخص ده يا جماعة؟ الناس دي فعلا جايبة الملكة الرخيصة دي منين؟ الانسان اللي يعني بيمعن في الكذب بالطريقة دي، وبيمعن في تضليل الرأي العام بالطريقة دي، ولا في حد بيدور وراه، ولا حد بيقول له عيب اختشي، ولا حد بيقول له اي حاجة. تخيل الراجل ده من سبع سنين كان بيقول الكلام ده وراجع يقوله تاني النهاردة، وعادي جدا الامور بتمشي معه. طيب المقرحي بيتكلم انه ازمة الدولار الحالية، والحقيقة دي نقطة يعني انا توقفت عندها كتير جدا. في فترة من الفترات في مصر كان اي حاجة بتحصل في البلد الاخوان اللي عاملينها، اللي هي الفترة من 13 ل 16 تقريبا، البلعات في اسكندرية مثلا اتسدت، فتنظيم سد البلعات من الاخوان، الكهرباء قطعت فضربوا براجل كهرباء الاخوان، الغاز اتعمل فالاخوان راحوا قطعوا الغاز، اثيوبيا خدت مية النيل فالاخوان اللي بنوا سد النهضة، مش عارف في ايه في الواحات الاخوان اللي كانوا عاملين الواحات، الطيران بتاعنا ضرب المكسيك مع ضرب سياح مكسيكيين وناس مدنيين مع استخبارات فرنسية، الإخوان هم المكسيكيين، لحد ما طلعت نقطة ان الإخوان هم اللي كانوا الجبنة على طريقة كريم عبد العزيز في فيلم أبو علي، فهم الإخوان اللي عاملين كل حاجة. تمام، كانت مرحلة من المراحل، وكان في مجموعة من الناس في مصر عندها استعداد، مش هشتم حد ولا أقول مغفلين ولا حاجة، لكن كان عندهم استعداد يصدقوا ده، ان الاخوان هم اللي بيعملوا كل حاجة، وهم عندهم قوة خارقة ومنصة تحت ربعة وكرة ارضية تحت المنصة وحاجات غريبة كده بتدير العالم، وان الاخوان هم في المحفل الماسوني العالمي اللي بيدير العالم كله وبيعمل مؤامرات، وان هم متحالفين مع ايران واسرائيل وامريكا، وان اوباما اخوه كان اخوان، وهيلاري كلينتون اصلا يعني كانت من الاخوان، بتقعد اسرة مع في قسم الاخوات وحاجات كده يعني. فتمام مفيش مشكلة في ده، لكن بعد فترة بدأت الناس يتخرب بيتها. تعويم أول في 2016، قرض صندوق النقد، تعويم تاني، تعويم تالت، فيش أكل، نسبة الفقر بتزيد، الأسعار بتغلى، الجنيه بينهار. بعدين بدأت الناس تبص حواليها، فيطلع لهم واحد يقول لهم الإخوان، يقول لك ليه على عينك إخوان إيه، خلاص من 10 سنين الكلام ده خلص، دلوقتي عندنا السيسي. لا لا أنت مش فاهم، حرب روسيا وأوكرانيا ما خلصت خلاص، ما عادش حد بيتكلم فيها. يا ابني انت مش عارف كورونا، ما خلاص الناس اتعالجت من كورونا. طب أصله هناك كان في كمان بعد كورونا حرب غزة، لا ما احنا ملناش علاقة بحرب غزة برضو، مش متأثرين قوي. طب باب المندب، لا ما ماليش علاقة بباب المندب. طب انت عايز ايه؟ انت السبب. حسام بهجت كتب تغريدة مهمة، انه المرة دي الناس كلها عارفة ان المشكلة متعلقة بشخص واحد، هو المسؤول، هو اللي متحمل المسؤولية، لكن اللواء المقرحي لسه عايش في 2013 و2014. طلع امبارح يقول ان الشماعة الجديدة اللي بنتكلم عنها هي شماعة مين؟ تعالوا نشوف. كانوا بنعملهم على انهم اخوان، كنا بنعملهم على انهم مصريين. نعم. هنا ومصريين برا. نعم. مش عارفين قيمه بلدهم. نعم. بس نعم. يعني كنا بنقول ان دول ودول. نعم. مش عارفين تاجر بلد. بيتاجر بيتاجر بايه؟ بحاجه الناس. نعم. كده. نعم. هم دلوقتي العصابه الارهابيه حولت الدولار الى سلعه تباع وتشترى. الى سلعه. نعم. يعني ما هيش وسيله تعامل. نعم. يعني الدولار ما هوش وسيله تعامل، بقى سلعه. نعم. بتحجب. نعم. وتباع. نعم. يبقى ايه؟ يبقى هي نفس القصه بتاعه الحد بسلعة نتداول، لأن حولوها فعلا. نعم. إلى سلعة زي اللي احنا شفناها في المخازن ده. جاي دي الإخوان حولوا الدولار لسلعة بتتباع في المخازن،
وقاعد جنبه مخبر أمن الدولة، ما هم زمايل. المقرحي كان لواء في مباحث الأموال العامة، وأحمد موسى كان مخبر في أمن الدولة، فالاتنين شغالين في جهاز واحد يعني. فده بيغني والتاني بيرد عليه بيقسمه. طيب الإخوان هم اللي عاملين أزمة الدولار؟ طب انزل كده الشارع يا أحمد يا موسى بكاميرا صدى البلد بالمراسل بتاعك، بس أتحداك بقى على الهواء ما تعمليش تقرير مسجل. نزل مراسل صدى البلد يا أحمد يا موسى في أي منطقة في مصر في المحافظة اللي انت تختارها بس على الهواء، وخليه يوقف الناس عشوائي كده ويقول لهم ايه رأيك، ايه علاقة الإخوان بأزمة الدولار، بس افتح الصوت ما تحط ليه الصفارة لا على الأصوات اللي هتسمعها من المصريين واللي هي بلس 18، ولا على الكلمة اللي من ثلاث حروف اللي هتسمعها من المصريين واللي هي برضو بلس 18، ولا على الشتيمة اللي هتجيلك انت وأهلك ورئيسك واللي مشغلك واللي هي كلها هتبقى بلس 18. اعمل التقرير ده يا أحمد يا موسى وانزل في الشارع، يعني يا ريت تكون انت اللي بتعمل التقرير او مراسل عندك، انزل على كوبري اكتوبر، انزل في رمسيس، انزل قدام جامع الفتح، انزل في 6 اكتوبر عند الحصري، انزل في اي حته وقول للناس يا جماعه الاخوان هم سبب ازمه الدولار، ايه رايك بس، وخلينا نسمع راي الناس وهم يردوا عليك وعلى المقرحي واللي يتشدد لك انت والمقرحي. تعال نشوف مجلس النواب اللي بيتكلم انه في 20 مليار دولار هيدخلوا مصر من صندوق النقد الدولي والجهات المانحه خلال الفتره المقبله. محمد بدراوي عضو لجنه الخطه والموازنه بيبشرنا انه في فلوس كتيره هتدخل لنا الفتره الجايه من الاتحاد الاوروبي 9 مليار، دول الخليج هتعمل معانا شراكات استراتيجيه ب 10 مليار، وصندوق النقد الدولي كمان حوالي 7 مليار، وبالتالي هيدخل لنا مجموعه كويسة من الفلوس. خليني أختم الفقرة دي الحقيقة ب 13 سؤال. كويس؟ عندنا 13 سؤال لسيء الذكر عبد الفتاح السيسي. أتمنى أن ال 13 سؤال دول يكونوا على مكتبك، أتمنى ال 13 سؤال دول الناس تسأل نفسها الأسئلة دي، ودوروا على إجابة يا جماعة. حاولوا تلاقوا إجابة لل 13 سؤال دول. السؤال الأول، لماذا يعجز النظام عن مواجهة السوق السوداء؟ ليه النظام مش قادر يواجه السوق السوداء على مدار العشر سنين اللي فاتوا؟ النظام بيتوعد منذ 2016 بالقضاء على السوق السوداء، ليه بتستمر وبتتوسع حتى الآن؟ السؤال الثالث، مين هم رواد السوق السوداء والمسؤولين عنها؟ السؤال الرابع، هل هناك جهات سيادية قريبة من النظام تستفيد أو تعمل في السوق السوداء؟ وده احتمال مهم. 2016 بالقضاء على السوق السوداء، ليه بتستمر وبتتوسع حتى الآن؟ السؤال الثالث، مين هم رواد السوق السوداء والمسؤولين عنها؟ السؤال الرابع، هل هناك جهات سيادية قريبة من النظام تستفيد أو تعمل في السوق السوداء؟ وده احتمال مهم ان احنا نتكلم فيه. هل تعويم الجنيه هيساهم في حل مشكلة السوق السوداء ولا هيزودها؟ ولو هيساهم في حلها، تم تعويم الجنيه 3 مرات في عهد السيسي ولم تحل المشكلة، لماذا؟ ليه يا جماعة رغم ان احنا عومنا الجنيه ما قدرناش ننتصر على السوق السوداء؟ ليه الدولة مش قادرة تسيطر او تتحكم في سعر السوق؟ ده سؤال تاني. ايه هي الاجراءات بتاع ضمان الامن الغذائي لمصر في ظل الحالة القائمة؟ الاحتياطي الغذائي بتاعنا اللي بينزل على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 3 شهور قمح وشهرين رز ومش عارف ايه. هل القروض، مزيد من القروض والمنح الخارجية هتعالج الأزمة الاقتصادية ولا هتفاقمها؟ ده سؤال كمان. لو كانت مصر محتاجة دولارات، ايه الخطة المعلنة من الحكومة؟ احنا بنعمل ايه عشان نجيب دولارات غير القروض والمنح؟ ايه خطتنا في قناة السويس والسياحة ومصادر اخرى من الدخل الأجنبي زي تحولات المصريين في الخارج؟ واخر سؤال هو، امتى هتنتهي هذه الأزمة برمتها؟ لو عندك اي إجابة على اي سؤال من دول اتصل 140 دليل وابعت تلغراف لقصر الاتحادية او اي قصر رئاسي من اللي موجود فيهم عبد الفتاح السيسي. الحقيقة الاربع شهور اللي فاتوا هنا في بريطانيا قابلت ناس كتيرة قوي من جنسيات عربية مختلفة، اغلبهم فلسطينيين، وهناك مغاربة واردنيين ولبنانيين وسوريين ومن الجزائر، من دول كتير الحقيقة، ومن اشقائنا في السودان حتى. وكان السؤال اللي بتسأله دايما، انتوا فين؟ انتوا هنا الشعب المصري،
انتوا فين من اللي بيحصل في غزة؟ انتوا بتنزلوش الشارع ليه؟ الشعب المصري فين يا أسامة؟ ليه مظاهرات مش موجودة؟ انتوا ليه مش موجودين في الشوارع؟ ليه مش بتتظاهروا في الجامع الأزهر؟ ليه مش بتتحركوا على معبر رفح؟ الشعب المصري ليه ميت كده؟ أنا كنت بحاول أجاوب على الأصدقاء بأنه في قبضة أمنية وبأن الراجل ده مانع كل حاجة. ما كانوش بيقتنعوا قوي أو بيصدقوا أن الصورة بالشكل ده، لأنه كان دايما الإجابة اللي بيقولها لي دي فلسطين يا عم، دول مش بيتظاهروا عشان يسقطوا النظام، دول بيتظاهروا عشان فلسطين. وحاول أفهمهم وأشرح لهم أن التظاهر عشان فلسطين كان مقدمة للثورة المصرية ضد مبارك وإسقاطه، والسيسي متعلم الدرس ده كويس ومذاكره كويس. الخبر الجاي ده هو لكل الأصدقاء من كل الدول العربية اللي كانت بتسأل الشعب المصري فين. يوم 14 أكتوبر، مش 14، الجمعة الأولى بعد 7 أكتوبر، مش عارف كان 14 ولا كام، كان في تظاهرات موجودة في الميادين المصرية. التظاهرات دي كانت شقين، الشق الأول كان تظاهرات مرتبة من عبد الفتاح السيسي لتفويضه، ومظاهرات أخرى شعبية خرجت عن إطار وسيطرة وتحكم الأجهزة الأمنية ونظام السيسي. النهاردة أو امبارح بيظهر 29 معتقل بعد اختفاء قصري وحبس بتهمة التظاهر لنصرة غزة. ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا اليوم 39 شابا كانوا مختفين قصريا لأكثر من 70 يوم عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة. قررت نيابة أمن الدولة العليا، اقرأ حضرتك معايا عشان تعرف ليه الناس مش موجودة في الشوارع. قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جميع الشباب اللي ظهروا والمقبوض عليهم من عدة محافظات لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على خلفية التظاهرات في مصر إلى 156 شاب. قررت نيابة أمن الدولة في وقت سابق تجديد حبس 127 شاب على ذمة 24 قضية منفصلة تم إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية. الحقيقة يا جماعة، يعني الناس اللي بتعيب على المملكة العربية السعودية موسم الرياض، وبتعيب على الإمارات الغنى والتطبيع، وبتعيب على دول كتيرة قوي، والناس في الأردن فرحانين عشان منتخبهم وصل نهائي كاس آسيا، والناس اللي بتفرج على كورة، والناس اللي بتخرج، والناس اللي بتتفسح، لو حد عايز يعيب على أي نظام أي حاجة فأعر نظام جاية من العرة من العار يعني في التعامل مع قضية غزة هو النظام المصري. النظام المصري بيعتقل الناس وبيحبسهم، مفيش تهمة، مفيش جريمة، ما قالولوش أي حاجة، كانوا نازلين يقولوا يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني، كانوا بيقولوا تفويض ايه يا عم فلسطين أهم. دي الهتافات اللي كانوا بيقولوها، كل جريمتهم ان هم رفعوا العلم الفلسطيني وهتفوا لفلسطين من غير اذن السيسي بس. فلو حد عايز يتكلم عن نظام خاين فهو السيسي، لو حد عايز يتكلم عن نظام عميل فهو السيسي، لو حد عايز يتكلم عن نظام مجرم فهو السيسي، لو حد عايز يتكلم عن نظام مهزأ ونظام عرة فهو السيسي. انا الحقيقة يعني ما عملناش ده قبل كده، لكن حق الناس دي على الاقل ان انتوا تعرفوا اسمائهم. لوحة الشرف الشعبية، أسرى من أجل غزة في سجون عبد الفتاح السيسي. لو حركة حماس بتتفاوض مع إسرائيل على الإفراج عن 1500 أسير فلسطيني من السجون الاحتلال الإسرائيلي في مقابل بعض الرهائن الإسرائيليين اللي مع حماس، فوالله نتمنى أن حماس تكلم السيسي يطلع 29 واحد دول، اشملوهم في صفقة التبادل يا جماعة، قولوا للسيسي هنخرج رهين إسرائيلي زيادة وطلع 29 اللي عندك، قولوا لعبد الفتاح السيسي ان اسماء الشباب اللي ظاهرين قدام حضراتكم على الشاشة دول هنضمنهم في صفقة الأسرة لان هم تظهروا عشان فلسطين، وهنطلع 2 مثلا أسرة زيادة او رهائن زيادة. انا أعي ما اقول، انا دي مبادرة بجد، مش بتكلم والله يعني في حاجة فانتازيا، لا خالص. أنا هو بطالب من الجماعة اللي بيوصلوا المطالب لحركة حماس اللي بتتفاوض مع إسرائيل، يا جماعة في 29 شاب مصري مسجونين أو 127 شاب مصري مسجونين في مصر
157 مش كده قلنا؟ اه 157 شاب مصري ضمنوهم في صفقة تبادل الأسرى، وقولوا الإسرائيل ولا القطر ولا لأي حد دول مسجونين في مصر عشان اتظاهروا عشان فلسطين، فلو سمحتوا يطلعوا وهنطلع 2 رهائن زيادة. دي الطريقة الوحيدة اللي هيطلعوا بيها. أنا آسف والله، بس ما عندناش في مصر طريقة تانية بنطلع بيها المعتقلين إلا بالشكل ده، إنك تتعامل مع السيسي إنه الاحتلال الإسرائيلي، وتتعامل مع الشباب اللي في المعتقل إنه هم أسرى فلسطينيين في الاحتلال الإسرائيلي، فتضمنهم في صفقة تبادل وتطلعهم. للأسف يعني بنتعامل مع نظام بيقبض على شعبه وعلى أولاده لأن هم تجرأوا و يعني عملوا المظاهرات عشان موضوع القطاع غزة. طيب اللي بيحصل في معبر رفح كمان خلينا نتكلم فيه بالتفصيل أكتر بعد الفاصل. سبوبة المعبر، استمرار لمتابعة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا أكتر من 4 شهور. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا. بما أننا بنتكلم عن الاقتصاد في الساعة الأولى، فخلينا نربط الاقتصاد بمعبر رفح واللي بيحصل في متابعة آخر كلام لقصة إبراهيم العرجاني وسبوبة المعبر. لكن النهاردة مش هنتكلم عن إبراهيم العرجاني، هنتكلم عن السبوبة اللي بتحصل في معبر رفح وإيه قيمة الفلوس دي بالنسبة للاقتصاد المصري. تعال حضرتك تخيل معايا الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، وتعال نشوف الأرقام اللي دخلت في الكام شهر اللي فاتوا لشركة هلا المملوكة لإبراهيم العرجاني صديق محمود عبد الفتاح السيسي اللي هو مدور المخابرات العامة مع عباس كامل اللي هو ابن الرئيس، وتعال نشوف المشكلة الاقتصادية اللي احنا فيها الفلوس دي تقدر تعمل لها ايه. نبدأ الأول كده بسبوبة المعبر. الكشف اليومي لتنسيقات شركة هلا بيضم أكتر من 250 اسم. حلو. تكلفة خروج الفرد الواحد من غزة ما بين 5000 ل 10000 دولار. التنسيقات دي بدأ من بداية الحرب على غزة قبل حوالي 4 شهور من الآن، طبعا كانت شغالة قبل كده بشكل معلن وبعدين بدأت تشتغل في السمسرة الغير معلنة. بحساب متوسط التنسيق 7500 دولار على 250 شخص في 120 يوم، يعني هنوصل ان النظام المصري لم حوالي 225 ألف دولار. الحد الأدنى اللي جناه النظام من الغزيين حوالي ربع مليار دولار. مصادر محلية في غزة تحدثت المبلغ ده قد يكون لآخر شهر فقط. انت بتتكلم عن مبالغ ضخمة جدا. المبالغ دي طيب معناها ايه بالنسبة للنظام، او بتساوي ايه، او بتمثل ايه، او بتكافئ ايه في الوضع اللي احنا فيه؟ تعال حضرتك شوف معايا الارقام دي بتمثل ايه لنظام عبد الفتاح السيسي. الربع مليار دولار اللي النظام خدها من أهل غزة نظير خروجهم من المعبر بتعادل حوالي 70% من الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، حوالي 58% من إيرادات قناة السويس لشهر يناير 2024 وإجمالي قرض مؤسسة التمويل الإفريقي لمصر في 2024. دي الأرقام اللي السيسي بياخدها من أهل غزة. حضرتك متخيل زي شريحة أولى من قرض الصندوق، زي قرض مؤسسة التمويل الأفريقية. ده اللي السيسي بياخده يا جماعة من أهل غزة، بس بيحل بيه الأزمة دي بشكل كبير جدا في الوقت ده، في الوقت اللي بياخد منهم كل الفلوس دي، في الوقت اللي الناس في رفح بتواجه الموت. رفح بالفعل بتتحول لمكان أحزمة نارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وده اللي اتكلمت عنه موقع او اتكلم عنه موقع الجزيرة لما قال احزمة نارية برفح واشتباكات دارية غرب غزة وخان يونس. بيتكلم على ان الطائرات والمدفعية وزوارق الاحتلال الاسرائيلي شنت قصفا عنيفا واحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات دارية مع قوات الاحتلال. سكاي نيوز الاماراتية نقلت عن نتنياهو تعهده بنقل العمليات العسكرية من خان يونس إلى رفح، توعد بالتوغل ونقل العمليات إلى رفح، وأن وكالة رويترز بتقول أن إسرائيل بتبحث مع مصر إعادة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال. إيه اللي نعرفه عن الهجوم المرتقب من إسرائيل على رفح؟ تعالوا نشوف التفاصيل اللي نشرت في هذا الإطار حتى الآن.
المخاوف بتتزايد بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عن قرب الهجوم على رفح. إسرائيل بالفعل بدأت عمليات قصف مدفعي وجوي وأحزمة نارية مكثفة على مدينة رفح، وهي المنطقة الأكثر اكتضاضا بالسكان، نزح لها قرابة 1.25 مليون نسمة منذ بداية الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن هناك تفاهمات مع مصر وباتت قريبة حول العملية العسكرية في رفح. طيب مشكلة مصر إيه في رفح؟ هل إن إسرائيل هتقتل الفلسطينيين هناك؟ الحقيقة لا، مشكلة مصر حاجة تانية خالص. بص يا باشا، لو عايز تقتلهم يعني مفيش مشكلة، احنا هنطالب وهنناشد بوقف إطلاق النار وهندين اللي انت بتعمله، بس ما تجيبهمش عندي، يعني معلش ما تزقهمش عندي. فدي مشكلة مصر. بتقول الإذاعة الإسرائيلية أن مشكلة مصر الأساسية مع العمليات في رفح أنها تقود لموجات من اللاجئين عبر الحدود. طيب التفاهم الأول ما بين مصر وإسرائيل يتضمن تواجد تكنولوجي إسرائيلي وليس بشري في محور فيلادلفيا، واتكلمنا في القصة دي قبل كده بالتفصيل، وإن في وعد إسرائيلي إن الهجوم لا يبدأ قبل السماح للسكان بالنزوح لمناطق أخرى داخل القطاع عشان ما يجوش على الحدود المصرية ولا يدخلوا سيناء. التقارير بتتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي تأتي من الجانب الإسرائيلي في غياب كامل للرواية المصرية. هو بأمانة عشان أكون دقيق مع حضراتكم، هو مفيش غياب ولا حاجة. إحنا النهاردة 7 فبراير 2024، تمام؟ إحنا عندنا هيئتين إعلاميتين في مصر وإسرائيل، الهيئتين دول بيكافئوا بعض، أو هم يعتبر في بينهم صراع إعلامي قوي جدا في الأربع شهور اللي فاتوا، يمكن محدش كتير خد باله من القصة دي. إحنا عندنا هيئة البث الإسرائيلية، دي هيئة رسمية، وعندنا هيئة النفي المصرية، دي برضو هيئة رسمية. هيئة البث الإسرائيلية دايما بتنزل بيانات وأخبار إن في عملية عسكرية، إن إحنا نسقنا مع المصريين في فيلادلفيا، إن إحنا في جدار عازل، إن إحنا في دولة خليجية هتعمل، إن إحنا نعمل عملية عسكرية في رفح ومصر عارفة، إن في اتفاق بين مش عارف إيه، إن في مكالمات مصرية. في كل مرة هيئة البث الإسرائيلية بتنشر فيها خبر، على طول بتطلع عندنا هيئة النفي المصرية، دي وظيفتها، يعني هي معمولة ومصروف عليها فلوس عشان تعمل ده. هيئة النفي المصرية نفى مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية الأخبار اللي إسرائيل بتقولها، سلام عليكم. بعدين اليوم اللي بعده هيئة البث الإسرائيلية وأن هناك اتفاقا بين مصر وإسرائيل على محور فيلادلفيا، فهيئة النفي المصرية اللي هي كانت معروفة قبل كده بالقاهرة الإخبارية نفى مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية أن ما حاجة في حاجة في محور فيلادلفيا. اللي بعده هنعمل عملية عسكرية في رفح وجاري التنسيق مع السلطات المصرية، هيئة النفي المصرية القاهرة الإخبارية نفى مصدر أمني مصري للقاهرة الإخبارية إن في عملية في رفح. فإحنا عندنا هيئتين بينهم معركة إعلامية لا نعلم عنها شيء، هيئة بتطلع تقارير أمنية واستخباراتية وهيئة بتنفي كل التقارير بس بتطلع لناش حاجة. يعني عشان تلاقي خبر عند هيئة النفي المصرية مستحيل، عشان هيئة النفي تنزل بيان فنروح لهيئة البث نلاقي عندهم نفي مستحيل. هي دايما الهيئة دي ما قعد واحد موظف، انت يا ابني شغلانتك تشوف لي اي خبر هينزل فيه كلمة مصر في هيئة البث الإسرائيلية. هنعمل ايه يا استاذ؟ ولا حاجة. عندك البتاع الفورم ولا المسودة ولا الدرافت بتاع نفى مصدر امني مسؤول، هتحطه مع الخبر اللي هم كاتبينه، ما ترجع ليش. ما ارجع لكش ازاي؟ ايوه ما ترجع ليش. احنا واخدين ضوء اخضر من عباس بيه انه اي خبر هيئة البث هتنزله عن مصر احنا هننفيه، احنا موجودين عشان نبقى هيئة النفي المصري. فانت حبيبي عندك الدرافت مكتوب نفى مصدر امني مصري، او غيره في الدباجة شوية، اعمل لك كذا مسودة عشان الناس ما تقولش انها دباجة واحدة، لكن هم بينزلوا الخبر من هنا وانت بتنفيه بعد ساعة، ونبقى كده رواية قصاد رواية. انا معرفش انتوا مين علمكوا اعلام ومين علمكوا سياسة ومين علمكوا اي حاجة، بس ان انت دايما تختار ان انت كوسيلة اعلام او مصدر رسمي وظيفتك ان انت خانة رد الفعل او خانة النفي، ده شيء كوميدي جدا، ده شيء بيضحك الدنيا كلها عليك وبيفقدك المصداقية وبينزع عنك فكرة انك مصدر اعلامي او مصدر رسمي اعلامي الناس بتروح لك لان ما عندكش معلومة. الناس هتبقى دايما بتتابع هيئة البث وبعدين يقول لك ما تيجي نشوف جماعة الضحك دول بيقولوا ايه، نفوا ولا لسه؟ ها شوف لنا كده يا ابني هيئة النفي المصرية نزلت بيانها ولا لسه؟ نزلوها. مش قلت لكم؟ فانت بتتحول لمكان كوميدي في الاخر. فدي نصيحة في اذن من يملك القرار
وصاحب هيئة النفي المصرية المعروفة قبل كده بالقاهرة الإخبارية. في عملية في رفح زي ما اتكلمنا وزي ما قلنا اللي هيحصل فيها ايه تطوراتها نشوف في الايام الجاية، لكن بعد الفاصل هنتكلم على رد حركة حماس على المبادرة المطروحة والكلام اكتر عن الرد الحركة وتفاصيله ومعناه وامتى هيدخل الاتفاق حيز التنفيذ. ايه تفاصيل رد حركة حماس؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحركة الحقيقة نقلا عن قناة الجزيرة اللي قالت انها حصلت على الرد بالتفصيل، اتكلمت على ثلاث مراحل رئيسية في الاتفاق بتاع الهدنة التامة والمستدامة. كل مرحلة هتستمر 45 يوم، تشمل تبادل أسرى، انهاء حصار، اعادة اعمار. يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية من المفاوضات. يضمن الاتفاق خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع وبدء عملية الإعمار. المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة سيستمر 45 يوم، يحصل فيه وفقا لحماس وقف كامل للعمليات العسكرية من الجانبين والطلعات الجوية والاستطلاعية، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بكافة مناطق القطاع، ادخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة القطاع، عودة النازحين إلى أماكن سكنهم وضمان حرية الحركة بين الشمال والجنوب، إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والمسنين والمرضى مقابل إطلاق سراح 1500 أسير بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية في سجون الاحتلال، يضاف إليهم جميع النساء والأطفال وكبار السن في السجون الإسرائيلية، وأيضا إدخال ما لا يقل عن 60,000 مسكن مؤقت و 200,000 خيمة إيواء، وإقرار خطة إعمار غزة لكافة المنشآت والمباني خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. المرحلة الثانية والثالثة من اتفاق التهدئة تشمل إطلاق سراح الأسرى العسكريين الإسرائيليين مقابل إطلاق عدد معين من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم، الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع، والانتهاء من محادثات الوقف الكامل للحرب على قطاع غزة، والبدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار مع استمرار الإجراءات الإنسانية. وتشمل المرحلة الثالثة تبادل لجثامين ورفات الموتى لدى الجانبين، وقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وعودة الأوضاع إلى ما قبل عام 2002. ودي من يعني أنا شايف دي من أهم النقاط، لأنه إحنا هنا بنتكلم عن تأصيل للصراع أصلاً الموجود، تأصيل للفكرة كلها، وهو المسجد الأقصى والاحتلال وانتهاك المقدسات وعودة إلى ما قبل 2002. دي نقطة مهمة جداً هنناقشها مع ضيفي بعد قليل. إتمام إجراءات قانونية تمنع إسرائيل من اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة، ودي أيضاً نقطة من النقاط المهمة، وأن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق. ردود فعل كثيرة عن هذه الخطة أو هذا الرد من حماس، من بايدن، من إدارة بايدن، من بنيامين نتنياهو. سأناقش أيضا ردود الفعل وهذه الخطة مع ضيفي الذي ينضم إلي عبر سكايب من رام الله، محمد القايق، الكاتب والباحث السياسي. محمد أهلا بك. حياكم الله، أهلا بكم. ما أكثر ما لفت انتباهك في رد حماس على هذه المبادرة؟ أكثر النقاط مهمة هي المسجد الأقصى المبارك ومنع المستوطنين إليه، وهذا في دلالة سياسية على مضمون طوفان الأقصى، العملية التي بدأت في 7 أكتوبر، وهي بدأت من أجل الأقصى، وبعد تقريبا 4 أشهر دخلنا في الشهر الخامس في هذه الحرب الدموية على قطاع غزة، أن يصدر من المقاومة من أوائل البنود أن يكون لديها منع لدخول المستوطنين في الأقصى في القدس التي هي تحت السيادة الإسرائيلية، هذا يؤشر خطير على أن الإسرائيلي لم ينجح ذاتا في تفريغ طوفان المضمون السياسي، ولم ينجح في سحق حماس، ولم ينجح حتى في تحويل الطوفان إلى مأساة الفلسطينيين. النقطة الثانية والمهمة في هذه البنود هي رسالة غير مباشرة تقريبا، دعنا نقول، للوسيط القطري المصري، بأن إدخال روسيا وتركيا على خط الوسط والضمان هذا مؤشر نقل للقضية الفلسطينية للساحة الدولية على الطريقة الفعلية وليس على طريقة التجفيف أو الترقيع
بين قوسين للملفات، وليس هناك مجالا لبقاء القضية الفلسطينية في إطار المعالجة الأمنية التي تعودت عليها الأنظمة العربية أو في المعالجة الإنسانية، لأن روسيا، وهذا يجب أن يعلم المشاهد الكريم، روسيا هي جزء من الرباعية الدولية التي وضعت للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وروسيا والأمم المتحدة. هذه الرباعية، كان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كان قبل شهرين علق على المجازر في غزة وقال الذي يتحمل المسؤولية هو الجانب الأمريكي الذي استفرد واستولى على قرار الرباعية وهمش أطراف الرباعية. اليوم حماس تقول نريد روسيا في المعادلة. هذا فيه رسالة إلى أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل حلا سياسيا ليس حلا أمنيا. ولكن ألا يمكن أن تعتبر قطر ومصر وهما من تحرك يعني بإصرار شديد وبدعم كبير للقضية الفلسطينية من أجل إتمام هذه المصالحة، ألا يعد هذا تقليلا من الدور المصري والقطري؟ حماس لم تقلل من دور أحد. الذي أهان المخابرات المصرية هي دولة الاحتلال، وهذا كنت سآتي عليه، ولكن أنت أتيت بهذه النقطة أريد أن أوضحها الآن. تفضل. لماذا وضعت روسيا وتركيا في المعادلة؟ رسائل حماس واضحة. أولا، حتى لا تحرج قطر ومصر لضعف دورهما الوساطي، لأنه أولا مصر أخفقت، ودعني لا أتحدث بكلمة مصر لأن مصر لا تعني السيسي، نظام السيسي أخفق إخفاقا واضحا في منع ولجم الإسرائيلي من انتهاك سيادة المخابرات المصرية على الصفقة، صفقة شريط وفاء الأحرار التي أعاد الإسرائيلي احتلال المحررين فيها. وحينما روجعت المخابرات المصرية من أهالي الأسرى المعاد لاعتقالهم ومن خلال حماس، قالت لهم المخابرات المصرية ما باليد حيلة هذه السيادة. بالتالي هذا مؤشر خطير على أن الوساطة غير محصنة. وساطة القطرية والمصرية في الهدنة الإنسانية الأخيرة سجل أكثر من 25 انتهاك من قبل قوات الاحتلال بقتل المدنيين، بإطلاق النار، بتحرك الآليات، بالقصف، وبتحرك الطيران في سماء غزة، وأيضا التلاعب بأسماء المفرج عنهم من الطرف الفلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية. وحينما رجعت الوساطة قيل سنعالج ذلك لاحقا. بالتالي حماس رأت أن هذه الوساطة، وهو بالوضع الطبيعي لا يمكن أن تقبل أن يكون عربي وسيط بينك وبين احتلال، ولكن نتيجة الترويض والتطبيع وغيرها وهذه ملفات لا داعي أن ندخل فيها الآن، وصلنا إلى مرحلة أن يكون العربي إما صامت وإما وسيط لأنه دفاع مدني. المهم، هذه الوساطة الآن ليست محل ثقة في أن تلتزم إسرائيل في معادلتها، خاصة بعدما ذكرنا من انتهاكات بالحق الوساطة المصرية والوساطة القطرية. الآن حتى تدعم، وواضح أن حماس تحترم الجميع ولديها سياسة الحنكة واللا دبلوماسية، يعني أسميها اللا دبلوماسية وصلابة القرار، دعمت ذلك بوجود تركيا وروسيا. لماذا روسيا؟ لأنها ضمن أصلا الرباعية الدولية، فلا يستطيع الإسرائيلي أن يرفض دور روسيا لما له من عمق دولي. وأيضا تركيا، لما لتركيا من حالة قوية الآن لصالح الأمريكي ولصالح القضية الفلسطينية، وكأن اللعب على هذه الحبال نجحت فيه حماس، وبالتالي الإسرائيلي الآن مجبر أن يقول لا لروسيا أو أن يذهب باتجاه تصعيد كبير يغطي على عدم قبول أو قبول هذه المبادرة. النقطة المهمة أيضا أن حماس في استمرارية نقاشها لهذه المبادرة وعدم ردها فورا وعدم ردها بكلمة لا، أثبتت أنها قوة إقليمية تتمتع بالقوة السياسية والدبلوماسية بالتزامن مع التناغم مع المجلس العسكري والميدان، وهذا على عكس الجولات السابقة التي كان فيها الوسيط في اللحظات الأخيرة يتحول فورا من وسيط إلى ضاغط، وفي الدقائق الأخيرة يضغط لصالح تمرير الهدنة على حساب الفلسطينيين. اليوم اختلف الموضوع، لأن طوفان الأقصى حينما ذكرت فيه منع دخول المستوطنين في القدس وهي بعيدة عن غزة، والإعمار وترتيب الحالة الحاضنة الشعبية وغيرها، واضح أن حماس متمتعة بقوة في الميدان، متمتعة بالسيطرة، وأيضا متناغمة سياسيا وعسكريا، ولن تسمح من طبيعة ردها
أن يمرر عليها لا ضغط قريب ولا ضغط وسيط، وكأنهم يقولون لا يعني أنك إذا استضفتنا ستمتلك قرارنا، ولا يعني إذا نقلت خبرا أنك ستصنع الحدث، المقاومة تصنع الحدث، ووسائل الإعلام مهما كبر حجمها أو قل تنقل الخبر ولا تصنع الإشاعة كي تضغط على المقاومة، كما حدث قبل 3 أيام حينما أعلن أن حماس ننتظر ردها وهو رد إيجابي، وكانت محاولة لوضع حماس في زاوية الموافقة أمام المجتمع الدولي. وبالتالي حماس اليوم قالت الكلمة، وهذا سينعكس على الإسرائيلي إما بالرفض المطلق والجنون العسكري ومتوقع جدا هذا الخيار، وإما أن يذهب باتجاه القول بأننا سندرس وسيناقشونها وسيرسلون معالجة لها، وهذا ليس في صالح إسرائيل ولا أمريكا، لأن الاستنزاف الآن هو للأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. أسابيع وشهر رمضان المبارك يدخل حيز التنفيذ لدى الأمة العربية والإسلامية، وهذا يدفع بمزيد من التضامن مع الفلسطينيين ومع المسجد الأقصى، وهذا في صالح حماس. والإسرائيلي والأمريكي لديهم ملفات ساخنة في المنطقة لا يستطيعون التعامل مع رد إسرائيلي لمناقشته، لأن حماس إذا أخذت رد من إسرائيل ستأخذ أخرى أسبوع لنقاشه وترد عليه، وبالتالي تصبح حماس تلعب في الورقة التي تريدها، وبالتالي من المتوقع أن يكون الإسرائيلي جنون في الرد لنوعا ما لإلهاء المجتمع الدولي أو الساحة عن هذه المبادرة التي باتت ميتة في اعتقادي نظرا لتفنن حماس في إدارة الصحة. هناك سؤال محمد غاية في الأهمية، إتمام إجراءات قانونية تمنع إسرائيل من اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة وانسحاب القوات الإسرائيلية، طيب ماذا لو مر 45 يوما، دخلت هذه الهدنة هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مرت 45 يوما و 45 يوما بعدها استلمت إسرائيل كل أسراها واستلمت كل جنودها، ثم بدأت في اعتقال الأسرى الذين أفرجت عنهم، ثم شنت عملية عسكرية ضد قطاع غزة مرة أخرى، هل هناك ضمانة أو أي من الدول الأربعة قطر ومصر وروسيا وتركيا والولايات المتحدة أيضا الدول الخمسة أن تمنع إسرائيل أو تجبر إسرائيل ألا تفعل ذلك مرة أخرى؟ مجرد أن وضعت كلمة روسيا وتركيا في المعادلة مع أمريكا، إذا وافقت إسرائيل على هذا الفخ الحمساوي هي وافقت على إعطاء الفلسطينيين الدولة المستقلة، لأن هذه التركيبة ستذهب باتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وإذا بقيت الوساطة القطرية المصرية فقط سنبقى نتحدث عن القضية الفلسطينية من الناحية الأمنية والناحية الإنسانية، دخلوا شاحنة حليب وطلعوا رهيني، وهذا أمر مقلق للقيادة الفلسطينية المقاومة. وبالتالي سألت سؤال الملف القانوني، طبعا حماس تدرس أخطائها، تدرس أخطاء الوسطاء، يعني حينما يعاد اعتقال أسرى تحرروا في صفقة شليط ويكون الوسيط غير عميق وغير دراية بما يحدث، هذا أمر مقلق لحماس، لذلك ذهبت إلى تدوين الملف ليكون هناك عدة دول ودول وازنة فيكون هناك رادع لإسرائيل. إذا تمت الموافقة على هذه اللجنة بالتالي النقاط الأخرى ستكون أكثر سهولة، وصعب على إسرائيل أن تشن عملية عسكرية على غزة في ظل وجود دول كهذه تسير في الاتفاق بندن بندن، لأن هذا يعتبر هجوم إسرائيلي، لأنه إذا انتهت الحرب وإسرائيل عادت للحرب فهي المخطئة الآن، الموضوع ليس له تبرير كما حدث في 7 أكتوبر وأنه تعرضت لهجوم وغيرها، هناك خطوات تسير فيها، ولذلك حماس مدركة جيدا هذا الكرت ووضعت النقطة الحساسة في ذلك، ورغم كل هذا الضمان أن الجنود والضباط الذين لديها يوجد آلية للتبادل فيهم وليست تخص الأسرى فقط تبادل الأسرى، فهناك ترتيب سياسي أفصحت عنه في المرحلة الثالثة والثانية. طيب بنيامين نتنياهو هيئة البث العبرية قالت أنه أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين مراحل الصفقة المرتقبة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى دون إبلاغ مجلس الحرب مسبقا، هل ترى أن موافقة حماس أو رد حماس على هذه المبادرة سيحدث انقساما أو سيعمق الانقسام الداخلي في الاحتلال؟ لن يكون للإسرائيلي رد إيجابي على هذه المبادرة، نحن قلنا إذا ردوا إيجابيا فهم وقعوا في فخ حماس وانتصرت حماس ميدانيا ودبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا يضاف إلى نصر 7 أكتوبر، هذا خيار،
وهذا الخيار صعب على إسرائيل اتخاذه الآن، وممكن أن يكون معادلة فقط أقلها أن يقول لدينا ملاحظات على هذه المبادرة ويرسلوها كما قلنا، وهذا سيضعف إسرائيل وأمريكا لأنه لا وقت لديهم في ظل اقتراب شهر رمضان، وشهر رمضان حساس جدا في القدس المحتلة للعواصم العربية وللشعوب العربية وكذلك للأردن كونهم الراعي للمقدسات في المنطقة، وكذلك لإسرائيل التي تنشر قواتها في غزة وهي متوترة في الشمال وتحتاج إلى كتائب جديدة في الضفة الغربية في ظل شهر رمضان المبارك. هذه نقطة. النقطة الثانية، الخيار الثاني لدى إسرائيل بدل أن تعلن الموافقة وهذا هزيمة لإسرائيل، أن تذهب باتجاه تصعيد كبير جدا في غزة وفي الضفة وفي جبهات أخرى لتغطي على المشهد وتعيد ترتيبه عسكريا بضوء أخضر أمريكي طبعا، وأنا أقولها دائما كلما يأتي بلينكن إلى المنطقة ويغادر، وإذا غادر الليلة فاعلم أننا على أعتاب مجازر جديدة أو معركة جديدة. الاحتلال ارتكب بالفعل 16 مجزرة في الليلة الماضية فقط، أكثر من 250 شهيد فلسطيني. قدوم من بلينكن إلى المنطقة هو أنا أسميه ملف جديد في المعركة، قد يكون جبهة جديدة، قد تكون جبهة لبنان، قد يكون تحالف جديد في منطقة البحر الأحمر، قد يكون الذهاب إلى رفح، ولكن بلينكن لا يأتي إلى المنطقة لأي حل سياسي، هو يأتي لتخدير الأنظمة العربية لبيعهم الكلام ولأخذ منهم الوقت لصالح إسرائيل. شكرا جزيلا لك محمد القيق الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفي عبر سكايب. بيان مفاجئ لوزارة الخارجية السعودية، رآه البعض بيانا شجاعا يقلب الطاولة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ورآه البعض الآخر بيانا عاديا لا يخرج عن كونه تصريحات فضفاضة لا ينبني عليها عمل. ما الذي حدث؟ هناك مجموعة من الرسائل أرسلتها الخارجية السعودية في هذا البيان، تحديدا 7 رسائل، نتابع معا أبرز الرسائل في بيان المملكة العربية السعودية. الرسالة الأولى، دي صورة البيان طبعا، لكن تعالوا نشوف أبرز الرسائل مع بعض. الرسالة الأولى كانت ثبات موقف المملكة الدائم من القضية الفلسطينية. الرسالة الثانية، ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. فيما يتعلق بالتطبيع، لا علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل دون اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. الدولة الفلسطينية تكون على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية. أيضا تحدث بيان الخارجية السعودية عن ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، كما شدد على دعوة المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. طيب، بيان الخارجية السعودية الحقيقة عشان نضعه في السياق جاء بعد تصريحين لمسؤولي 2 من المسؤولين الأمريكيين المرموقين، وهما كيربي وأنتوني بلينكن. إيه اللي حصل؟ كيربي اتكلم امبارح وهو المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي القومي، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل مواصلة المناقشات الخاصة بالتطبيع بينهما. بعدها أنتوني بلينكن قال فيما يتعلق، وزير الخارجية طبعا الأمريكي، قال فيما يتعلق تحديدا بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، كرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك. هل البيان السعودي رد على ده؟ هل هناك أمور تجري خلف الكواليس لا نعلمها؟ أسئلة. وما هو التقييم هذا البيان السعودي؟ أسئلة مهمة أنقلها إلى ضيفي عبر سكايب الدكتور خالد الطرعاني الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا دكتور. تحية لك والمشاهدين. تحية لك. كيف تقيم بيان الخارجية السعودي؟ نعم، يعني هو بيان إيجابي بظاهره وبكلماته. طبعا قضية القدس الشرقية و67 وهذه القضايا حقوق الشعب الفلسطيني هو يعني ليس فيه جديد، سوى أنه كما أعتقد يرد على هذه الإدارة الأمريكية التي تحاول أن تتحدث أو تستعجل الحديث عن تطبيع. يعني حتى بالأمس الرئيس جو بايدن شخصيا تحدث عن أن اندماج إسرائيل بالمنطقة اقتصاديا
ولكن القلق الحقيقة هو أن هناك حديث وتصريح من الخارجية السعودية، بالمقابل هناك جسر بري ينتقل من الإمارات إلى عبر السعودية إلى الأردن ومنها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فك الحصار البري البحري عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، معنى أن أنصار الله الحوثي يقذفون في البحر الأحمر بينما تقوم تعطل الملاحة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي أنا لا أسمع بشكل جيد دكتور، هل يصلك صوتي بشكل جيد؟ صوتك يصلني ولكن هناك صدى، الكثير من الصدى وأسمع. طب الآن أسمعك بشكل واضح، تفضل. نعم، الذي كنت أقوله أن الحديث السعودية هذا بمقابله نجد هناك أفعال سعودية، أفعال السعودية هي تتمثل بأن السعودية هي الممر الذي يمر منه الجسر البري. صحيح. الذي أنشئ من الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي مرورا بالسعودية والأردن كي يفك الحصار البحري عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن أنصار الله الحوثي يقصفون السفن ويمنع وصول السفن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال البحر الأحمر، فتقوم الإمارات بعمل جسر بري لإنقاذ ولمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي. فتستطيع السعودية يعني أن، وكنا نعلم كيف أن السعودية في عندما يكون هناك مناوشات وأزمات دبلوماسية بينها وبين الإمارات تنتظر الحافلات أيام وأسابيع على الحدود دون أن يسمح لها بالمرور. الآن نجد أن الشاحنة تنطلق من جبل علي وتصل إلى فلسطين المحتلة خلال يومين بكل التسهيلات. يعني هذه إدانة للإمارات العربية المتحدة وللمملكة العربية السعودية وللأردن وبكل أسف. فالبيانات سهلة، سهل جدا أن يكون هناك بيانات. هناك قضية أخرى لابد من الإشارة إليها أخي دكتور أسامة، وهو أن تعودنا بسبب العلاقة الحميمة والوطيدة بين جيرد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحمد بن سلمان على أن يعني أصبحت كأن السياسة الخارجية السعودية تميل دائما إلى جانب دونالد ترامب، وأعتقد أن جزء من هذا البيان هو مساعدة لدونالد ترامب بعمليا إحراج إدارة الرئيس جو بايدن بأنها تصرح بشيء. يعني كان من الممكن للسعودية أن تتواصل كما تفعل عادة وكما هي من أفضل دول العالم في التعامل مع القنوات ما هي تحت الهواء، يعني والدبلوماسية الهادئة، هذه سمة من سمات السياسة الخارجية السعودية هي دبلوماسيتها الهادئة، فهي تستطيع أن تتواصل مع إدارة جو بايدن وتوصل هذه الرسائل دون أن تضطر لأن تعلن عنها. هذه نقطة هامة دكتور خالد. في الحقيقة هل تصريحات جون كيربي وأنتوني بلينكين استفزت الإدارة السعودية فخرجت بهذا البيان على الهواء مباشرة أمام العالم أجمع؟ هل هو رد فعل؟ يعني أنا أستطيع أن أستذكر حوالي 10 مواقف كان يمكن أن تستفز السعودية وبشكل أكبر بكثير من هذه التصريحات البسيطة من جون كيربي أو أنتوني بلينكين. تصريحات الرئيس السابق جو بايدن عندما كان يعني يهزأ بالملك سلمان ويقول له أيها الملك نحن نحميك، وخلال أسبوعين إذا رفعنا تصريحات ترامب تقصد؟ عفوا، تصريحات ترامب تقصد أنت قلت جو بايدن؟ نعم، تصريحات ترامب المتكررة وأيضا تصريحات جو بايدن حتى كبار أساسة الأمريكيين، هناك تصريحات دائما مستفزة حقيقة ومستفزة، يعني لأي كرامة لإنسان عربي ومسلم وابن الشرق الأوسط أن يتم الإدلاء بمثل هذه التصريحات، ولم نرى أنه كان هناك أي نوع من ردود الفعل. بالمقابل نجد أن دول صغيرة توجه إهانة للسعودية أو توجه تصريح خاطئ للسعودية، يكون رد السعودية حاسما قاسما، تسحب السفراء، تقطع العلاقات كما رأيناها تفعل مع دول كثيرة من فيها تركيا.
فيعني أنا لا أحكم على السعودية بتصريح أو ببيان، وإنما أحكم على أفعالها، وأفعالها تقول أنها توفر جسر بري أو تساهم بتوفير جسر بري لإنقاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات عدوانها الشنيع على أهلنا في غزة. دكتور، ما هي أهمية تطبيع السعودية مع الاحتلال في هذا التوقيت، وما هو تأثير هذا التطبيع على الحرب الدائرة في قطاع غزة؟ نعم، يعني أولا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تطبيع بينما الحرب قائمة. هذا يعني أعتقد أن السعودية والقائمين على السياسة الخارجية السعودية على مستوى من الحذق والفهم السياسي والدبلوماسي لا يقوموا بمثل هذه الحركة، فهذا يعني غير مقلق في الحقيقة. ولكن أهمية السعودية وتطبيع دولة الاحتلال الإسرائيلي مع السعودية هي أهمية عالية جدا. يعني نجد أن بعض الصهاينة يتحدثون عن إعادة زرع نخل المدينة، يتحدثون عن مقامع لهم في خيبر، هم يتحدثوا عن تطبيع كامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية، يتحدثوا حتى عن أملاك لليهود في المملكة العربية السعودية. ولكن هذا الشق. الشق الآخر وأنا برأيي هو الشق الأهم، أنه بعد أن تم تحييد مصر بكل أسف في سبعينيات القرن الماضي من خلال معاهدة كامب ديفيد، الجائزة الكبرى في الحقيقة هي المملكة العربية السعودية. الجائزة الكبرى هي المملكة لعدة أسباب، بسبب مكانتها الدينية وبسبب مكانتها العروبية وبسبب مكانتها الإسلامية، أيضا بالإضافة إلى مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية في الموقع. شكرك، شكرا جزيلا دكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت ضيفي عبر سكايب. وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم بكرة إن شاء الله 7 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.